وصلنا الآن إلى فقرة الاقتصاد وترافقنا في هذا الصباح الزميلة فاتحة أعلي. فاتحة صباح الخير. صباح الخير عبد الله. إذن نبدأ من المغرب، ولليوم الثاني على التوالي تتواصل فعاليات الدورة الرابعة للمنتدى الدولي إفريقيا والتنمية بالدار البيضاء. نعم عبد الله، ويشكل هذا الملتقى أرضية حقيقية للفاعلين الاقتصاديين الأفارقة لمناقشة التحديات التي تواجهها القارة السمراء من خلال عقد لقاءات عمل بين أصحاب القرار والمستثمرين الاقتصاديين، وكذلك تنظيم ورشات يشرف عليها على تنشيطها خبراء ومتدخلون مرموقون. وتنصب أشغال المنتدى على كل الإشكاليات ذات الصلة بالتنمية الإفريقية والتحديات التي تواجه قطاعات الزراعة والطاقة والاستثمار. ويسعى هذا المنتدى الذي يشارك فيه أزيد من 1200 فاعل اقتصادي ومؤسساتي في القارة السمراء والقارات الأخرى من 20 دولة إفريقية، يسعى إلى النهوض بالاستثمارات وتعزيز التعاون جنوب جنوب. أزمة شوكولا مارس تطال المغرب. اليوم بلاغ من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يعلن البدء في تجميع شوكولا مارس وسنيكرز من الأسواق المغربية. نعم عبد الله، بعد أن أعلنت الشركة العملاقة بداية هذا الأسبوع قرار سحب منتجاتها من 55 دولة، يبدو أن المغرب معني بهذا القرار. كذلك المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قرر تجميع شوكولاتة مارس وسنيكرز من الأسواق. وذكر المكتب في بلاغ له أنه قام بالتحريات اللازمة لدى شركة مارس المغرب من أجل التأكد من نجاعة عملية سحب هذه المواد المنتجة من قبل الشركة المعنية جمعها من السوق. ولحد الآن تم رصد 51 دفعة من المنتجات المذكورة، فيما ما تزال عملية التجميع جارية. ونشير إلى أن السبب الرئيسي في هذه الأزمة هو عثور أحد المستهلكين في أوروبا على قطعة بلاستيك في أحد المنتجات، وربما توجد قطع أخرى في منتجات كثيرة. نعم، لدينا خبر آخر. الاتحاد الأوروبي يعمل على دعم الاقتصاد التونسي من خلال استيراد كمية كبيرة من زيت الزيتون معفاة من الضرائب الجمركية. نعم عبد الله، الهدف دعم الاقتصاد التونسي، ولذلك وافق البرلمان الأوروبي على توسيع مظلة الإعفاء الجمركي لواردات زيت الزيتون من تونس إلى الاتحاد الأوروبي في عامي 2016 و2017 مع اشتراط إجراء مراجعة في منتصف هذه الفترة تحسبا لأي ضرر قد تسببه هذه الإعفاءات لمنتجي زيت الزيتون الأوروبيين. وبموجب هذا القرار سيتم إعفاء 92 ألف طن من زيت الزيتون التونسية من الرسوم الجمركية الأوروبية. وقد استورد الاتحاد الأوروبي أكثر من 145 ألف طن من زيت الزيتون التونسي إجمالا في فترة 2014 و2015. فتح في إطار المساعي الدولية لإعادة الاستقرار إلى أسواق النفط، هناك اجتماع مقبل سيجمع بين السعودية وروسيا وقطر لبحث هذه الأزمة وهذا الموضوع في مارس أعتقد القادم. نتذكر اجتماع الأسبوع الماضي في الدوحة والذي خلص إلى اتفاق بشأن تجميد الإنتاج عند مستويات شهر يناير. واستكمالا لجهود تحقيق بعض الاستقرار في سوق النفط، أعلن وزير النفط الفنزويلي أن السعودية وروسيا وقطر وافقوا على عقد اجتماع ثاني في منتصف مارس في مدينة سيجرى تحديدها فيما بعد، في حين أشار وزير الطاقة الروسي أن روسيا ستحضر الاجتماع في حال عقده، مؤكدا أن تجميد إنتاج النفط ينبغي أن يستمر عاما على الأقل، وأن سوق النفط ستتوازن بشكل أسرع إذا ما وافقت كل الدول المعنية على تجميد إنتاجها. ننتقل الآن إلى خبر يهم قطاع الملاحة الجوية. شركات الطيران في روسيا تعلن إفلاسها والسبب نقص كبير في عدد الركاب. نعم، انخفاض حاد في عدد الركاب وتراجع كبير في عدد الرحلات الدولية عاملان أضرا كثيرا بعائدات شركات الطيران الروسية، وهو ما قد يؤدي إلى إفلاس بعضها بحسب أرقام نشرتها الوكالة الاتحادية للطيران يوم أمس. وبلغ مجموع عدد الركاب على رحلات الشركات الروسية نحو 5.5 ملايين شخص يناير الماضي، فيما هبط عدد المسافرين الروس إلى الخارج إلى 2 مليون فقط في نفس الفترة. وأدت الأزمة الاقتصادية التي تشهدها روسيا إلى انهيار القدرة الشرائية للسكان وارتفاع تكاليف السفر إلى الخارج بسبب انخفاض قيمة الروبل. نختم من الصين فتح، حيث تشير التقارير إلى ارتفاع مضطرد في أعداد
الأشخاص الذين أصبحوا مليارديرات. أجل، بل إن بكين احتلت للمرة الأولى مكان نيويورك بوصفها المدينة التي يعيش بها أكبر عدد من المليارديرات، وذلك حسب تقرير لمؤسسة هورون الصينية التي ترصد مستوى الثراء في الصين، التي ترصد قائمة سنوية للأثرياء على مستوى العالم. وحسب التقرير يوجد حاليا 568 مليارديرا في الصين بثروة إجمالية تقدر بنحو 1.4 تريليون دولار، فيما يعيش 100 ملياردير الآن في بكين. وتوصلت هورون إلى ظهور 32 مليارديرا جديدا في بكين منذ العام الماضي، مما سمح لها بتجاوز نيويورك التي لم يظهر بها سوى 4 مليارديرات جدد فقط. شكرا جزيلا لك فاتحة أعلي لنا وقفة مع أخبار اقتصادية في موعدنا الإخبارية القادمة. شكرا لك.